اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. استراتيجية قوية جدا هتخليك حبيب الكل. شايفك يا اللي عايز تقولي لا انا هاكل اللي انا عايزه والبس اللي انا عايزه طالما مش بأذي حد. شايفك. بس انت كده بتأذي نفسك يا باشا. صحيح، وبمناسبة باشا النهاردة هنكمل سلسلة ازاي تكون باشا في نفسك. هقولك سر من اسرار الشعبية والكاريزما وحب الناس، سر محدش يعرفه فما تروش لحد. بص انا حاسس بيك والله، فركز معايا. الله يبارك لك. لو حاسس ان الناس بتصدك من غير ما تعمل لهم حاجة ومن غير سبب واضح، يبقى طول بالك معايا. لو حاسس ان انت مميز بس بدل الناس ما تنبهر بيك بيبعدوا عنك وفي الاخر تكون وحيد، يبقى برضو طول بالك معايا. لو شايف ان الناس بيبعدوا عنك وبيرفضوا صداقتك مع ان انت انسان محترم وخلوق وابن ناس ومتربي وبتعرف ربنا، يبقى برضو طول بالك معايا. كمل الفيديو للاخر علشان النهاردة انا هقولك ازاي تكون على وضعك بره منطقتك في اي مكان وسط اي مجموعة من الناس. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو انت كنت ضيف في قاعدة وسط شلة كلهم يعرفوا بعض، وتكون انت يا اما غريب عليهم او جديد عليهم. وزي مثلا لما تلاقي ربنا كرمك بشغلانة جديدة بس تلاقي ان محدش يعرفك في المكتب بينما هم كلهم في بعض كده اصرف بعضيهم. وزي برضو لما تدخل الجامعة وتكون عايز تتعرف على ناس جديدة او تعمل الشلة بتاعتك. الامثلة كتير قوي واللستة طويلة قوي، كملوها انتو. المهم ان رغم ان انا قلتلك قبل كده ان انت لازم تكون مميز، ورغم ان انا قبل كده قلتلك ان انت علشان تكون باشا في نفسك يبقى لازم يكون عندك الجرأة ان انت تكون نفسك بنسبة 100% من غير ما يهمك حد، انا قلتلك تعمل كده طول ما انت في مكانك وفي منطقتك. يعني طول ما انت قاعد على الترابيزة بتاعتك انت، وطول ما تصرفاتك ما تخصش اي حد غيرك انت وما تمسش حد. لكن لو كنت بره منطقتك بقى، يبقى سك تماما على الاختلاف، وهقولك ليه قدام شوية. انا متأكد ان انت مستغرب ليه الناس مش قابلينك. ما هي حاجة غريبة فعلا، لان انت بالورقة والقلم انت انسان خلوق وانسان محترم وانسان متربي وما بتأذيش حد، فالناس مش قابلينك ليه؟ هفهمك ليه الناس بتعتبر اختلافك حاجة بتقفلهم منك وبتخليهم مرتبكين في وجودك. وده طبعا رغم ان المنطق بيقول ان انت طول ما انت مختلف فانت مميز، فالمفروض ان الناس تنجذب ليك مش تبعد عنك. هقولك ليه الناس بيتجنبوك وبيبعدوا عنك مع ان انت مش بتتصرف بشكل هجومي على الاطلاق، بل بتيجي بكل سلمية. الناس اللي عايزين شعبية قوية لازم يتمكنوا تماما من الفن اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، لانك لو تمكنت من الفن ده الناس كلها هتحبك. القوة اللي انت ممكن تكتسبها من الحلقة بتاعت النهاردة قوة جبارة، بس القوة دي مش بتعتمد على الحاجات اللي انت بتظهرها، ولكن بتعتمد على الحاجات اللي انت بتخبيها. انت النهاردة مش بس هتفهم ليه الناس بتبعد عنك، لا ده الاهم من كده، هو ان انا هقولك ازاي تخليهم يقربوا ويقربوا قوي كمان. هقولك ازاي تخلي الناس يرحبوا بيك لما يشوفوك ويقولوا لبعض بصوت عالي قوي الباشا وصل، افرشوا السجادة الحمراء للكينج. حطوا بقى مليون خط احمر تحت الجملة اللي انا هقولها دلوقتي، لان هي دي التيتة. التيتة هي انك تاخد اللي قدامك على قد عقله. هقولك ليه وازاي. المشكلة ان في المجتمع عامة الناس غريبة، محدش هيدخل جوه مخك علشان يعرف ايه هي نيتك من اللي انت بتقوله، بل هتلاقيهم بيفسروا كل حرف انت بتنطقه بالطريقة اللي على هواهم. لو انت بره منطقتك كنت نفسك زيادة عن اللزوم، يعني كنت على طبيعتك بنسبة 100%، ده في حد ذاته اسلوب هجومي حتى ولو انت ما كنتش تقصد ده. لانك لما تظهر على انك نظيف قوي وسط الناس، انت كده مش هتبقى بتبهرهم، انت كده هتبقى بتخليهم يدركوا ويحسوا ان هم وسخين قوي لو قارنوا نفسهم بيك. ممكن تكون متخيل ان انت لما تظهر قد ايه انت انسان محترم وابن ناس ومتربي وخلوق وبتعرف ربنا، ان الناس هينبهروا بيك. ممكن تكون متخيل ان انت لما توري الناس قد ايه انت جان في نفسك وطيب ومسالم، ان الناس هتنبهر ويعملوا منك ايقونة بما انك رمز للاصول في زمن مفهوش اصل. وانت علشان كده لما بينك وبين نفسك تكون عارف ان انت انسان كويس، بتقوم مسلط الضوء على صفاتك اللي انت شايف انها بتميزك، وبتسلط الضوء برضو على الصفات اللي انت متخيل ان الناس لما يلاقوها فيك هيعتقدوا ان انت ملاك نازل من السماء. بس مش ده اللي هيحصل اطلاقا. ما تستغربش، خليني اقولك ايه هو اللي هيحصل لو انت عملت كده. طول ما الناس شايفينك على انك نموذج لكل حاجة مش فيهم، وطول ما الناس شايفين ان انت نموذج للشخص اللي هم المفروض يكونوه، هم مش هيكرهوك انت، هم هيكرهوا نفسهم طول ما انت موجود، لانك بالنسبة لهم منبه مزعج، منبه بيفكرهم بقد ايه هم زبالة طول ما انت قدامهم رمز للطهارة. فهيبعدوا عنك مش عشان انت وحش، ولكن عشان يبطلوا يحسوا ان هم قليلين. بس في الاخر يا جماعة، مين اللي هيبقى لوحده؟ مين اللي هيبقى وحيد؟ مين اللي مش هيبقى عنده علاقات؟ انت.
انت اللي هتبقى في عزلة ومع نفسك مع ان انت احسن منهم كلهم. رد الفعل ده بيحصل في عقلهم الباطن، هما مش بيبقوا عارفين ايه هو السبب اللي مخليهم يصدوك، ورد الفعل ده بيكون تلقائي منهم، زي لما تمسك قطعتين من المغناطيس وتحط السالب في السالب، لا يمكن يلزقوا في بعض، بل في قوة جبارة هتبعدهم. هما بقى الناس مش بيبقوا فاهمين ده، لان رد الفعل بيتاخد في قاع عقلهم الباطن، فبيفسروا احساسهم بالكره ليك وبرفضهم ليك بشكل غير مظبوط ولكنه منطقي. عارف ازاي؟ لانهم لما بيلاقوا ان انت مسلط الضوء على مميزاتك هيعتقدوا ان انت عايز شوية شهرة تاخد اللقطة، هيحسوا ان انت عايز تسلط الضوء على نفسك علشان تكون الروش اللي فيهم والمميز اللي مفيش زيه بقى، وده بالنسبة لهم هجوم، لانهم هيعتقدوا ان انت كده بتقول لهم ان انت فوقيهم وانهم تحتيك، فده لا مؤاخذة طبعا بيخليهم يقولوا لبعض ايه لما يشوفوك ان انت زي اللي في الصورة دي كده، بيحسوا ان هم في قمة الاريحية طول ما انت مش موجود. فخلي بالك بقى ان انت طول ما انت في منطقة مش بتاعتك بل كمان تكون في منطقة بتاعت ناس، لازم تكتم على اي اختلاف فيك ممكن يوصل لهم احساس ان انت احسن منهم. في مثل حلو قوي بيقول الصمت زينة للجاهل في جمعية العقلاء، بس انا بقى ألفت لك مثل من عندي، الصمت زينة للعاقل في جمعية الجهلة. على فكرة انا مش بقولك تكون منافق، انا عايزك زي ما انت كده بالظبط، انا عايزك تكون نفس المعدن ونفس المغناطيس، بس عايزك تشقلب نفسك الناحية التانية، اديهم جنبك التاني هتلاقيهم دون اي سبب منجذبين ليك جدا، وده لان الطبيعة هتتحالف معك. فالخلاصة في النقطة دي هي ان انت لما تيجي رايح منطقة مش بتاعتك وتكون عايز تندمج وسط المجتمع اللي فيها، لازم الناس يحسوا ان هم في قمة الاريحية، لازم يحسوا ان انت ضيف بتحترم قواعدهم حتى ولو كنت انت بينك وبين نفسك مش عاجبك اللي هم بيعملوه وتكون معترض عليه كمان. وبرضو مش لازم تتقبل اراء الشخص اللي قدامك، انا اكيد برضو مش بقولك تعمل كده، بس اكيد ما تظهرش الصفات اللي هتخليهم يرتبكوا لما انت تظهرها. فلما تلاقي ان في حد عنده صفة سلبية ما تورلوش ان انت عندك الصفة الايجابية والمضادة لها، خليك ساكت احسن. ساعات لما تقول رأيك مش هتكسب اي حاجة بل هتخسر كتير، فخلي رأيك لنفسك طول ما انت بتتعامل مع ناس تكون انت غريب عليهم او جديد عليهم. من الاخر، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. وبكده احنا حطينا ارضية للقانون 38 في كتاب قوانين السلطة 48 للكاتب روبرت جرين، Think as you like but behave like others، يعني فكر زي ما انت عايز بس خلي افكارك لنفسك، ولما يجي وقت التصرف لازم تطبع نفسك على الناس وتتصرف زيهم، خصوصا لو كنت انتوا في مكان عام او كمان في مكانهم. لو انت في مكانك يبقى تعمل اللي انت عايزه والناس هي اللي تطبع عليك، يعني مثلا لو انت قاعد في البيت والمكواجي رن الجرس ان شاء الله تفتح له الباب وانت لابس البوكسر، هو انت ليك حاجه عند حد؟ انت براحتك يا باشا، قاعد في البيت اعمل اللي انت عايزه، لكن ما ينفعش انت تروح للمكواجي في مكانه في المحل بتاعه وتروح له لابس البوكسر، صح؟ بغض النظر يا جماعة عن المثال العجيب ده، هي دي الفكرة، يعني طبقوها بقى في كل مجالات الحياة. حس بمنتهى الأريحية ان انت تكون نفسك طالما انت قاعد في منطقتك وفي بيتك، حس بمنتهى الأريحية ان انت تقول آرائك وأفكارك طالما انت بتقولها لأصحابك القريبين قوي اللي هيتقبلوا اختلافاتك لان هم عارفينك وبيحبوك. بس الغريب هيعمل لك حساب ليه؟ اوعى تفرض افكارك وارائك على الغريب، خصوصا لو كان الفرق اللي بينكوا فرق السما والارض. يبقى ما تروحش الخماره وانت ماسك في ايديك سجاده الصلاه، وما تروحش المسجد الا اذا كنت مغطي ركبك. في الاخر افكارك دي حاجه ملكك بتاعتك، بس على فكره يعني مش لازم تستعرضها. هتخسر ايه في الدنيا لو كسبت كل الناس اللي حواليك؟ اعترض براحتك لما تلاقي ان في حاجه مش عاجباك، انا مش بقولك تبقى منافق، بس اعترض بينك وبين نفسك، مش لازم تتكلم وتقول ان انت معترض. خليك ساكت يا عم، ما تجيبش لنفسك الكلام بربع جنيه. في تلات عواميد بيلخصوا القانون ده، تلات عواميد بيقولوا لك ازاي تندمج وسط اي مجموعه من الناس فتكتسب شعبيه جباره لحد ما تبقى حبيب الكل. عواميد كده مجرد عناوين من بره لحد ما ندخل في التفاصيل من جوه الحلقه الجايه ان شاء الله. اولا، لو عايز تكسب الناس علشان يبقى عندك حلفاء كتير، يبقى لازم تحسسهم ان انت مش مختلف عنهم. هل انا بقول لك تبقى منافق؟ لا، انا بقولك تخليك ساكت وانت داخل على اي حد. الناس بتحب تحس بنفسها وبتحب تتكلم عن نفسها، فاديهم المساحة دي، هيدمنوا وجودك طول ما هم حاسين ان انت بتسمعهم، وطول ما انت مديهم انطباع ان انت منبهر بكل حرف بينطقوه. فبدل ما تتكلم وتستعرض ارائك علشان تعجب الناس، سيب الناس هم اللي يعرضوا افكارهم وانت اعمل نفسك متفق معاهم. مش لازم تقول لهم ان هم صح، بس مش لازم تتكلم اساسا.
لا تعترض ولا تحسس حد ان انت معترض. سيب كل واحد يقول اللي هو عايزه واعمل نفسك متفق معاه. خد اللي قدامك على قد عقله يعني. وده على فكرة ما يخليكش منافق، لان انت ما فتحتش بقك وقلت رأيك سواء كنت متفق او معترض، فكده كده مفيش اي حاجة في الدنيا هتتمسك عليك طول ما انت ساكت. كل ما في الموضوع هو ان انت لازم توصل للي قدامك انطباع ان انت عاجبك اللي هو بيقوله، بس مجرد انطباع. ادي للناس احساس ان انت منبهر بطريقة تفكيرهم، بس ما تقولش ده بصوت عالي. فهمت؟ ثانيا، اقلع افكارك وارائك كأنك بتقلع هدومك وسيبها على البوابة برة وانت داخل على الناس جديدة. وصل للناس احساس ان انت لا مختلف معاهم ولا معترض على اللي هم بيقولوه. سيب كل واحد يطلع اللي جواه وحسسه ان انت اشتريت. ولو شايف ان في حد قال حاجة مستفزة لدرجة ان انت شايف ان هي ما يتسكتش عليها فتبقى انت محروق لدرجة انك تبقى عايز ترد عليه وتقول رأيك، برضو خليك ساكت. حتى لو انت قلت رأيك مفيش اي حاجة في الدنيا هتتغير، غير ان الناس دول مش هيبقوا عايزينك تكون متواجد معاهم، وده لانهم هيحسوا ان انت معترض فقط علشان تبقى انت الروش المميز اللي عامل فيها الوحيد اللي بيفهم في الكوكب. مفيش حد هيتفق معاك كده كده، فخليك ساكت احسن علشان تكون حلفاء بدل ما تلاقي نفسك لوحدك. ثالثا، لما تنفذ العمود الاول والتاني الناس هيتبسطوا قوي ان انت موجود، وده لان انت بتسمعهم بدل ما تحسسهم ان انت جاي تستعرض نفسك وافكارك وفلسفتك عليهم. ما تبقاش القاضي اللي بيحكم على الناس، لان انت فعلا مش قاضي، واراء الناس دي حاجة تخصهم حتى ولو ما كانتش على هواك. طالما محدش سألك عن رأيك بشكل مباشر يبقى خليه نفسك احسن. اسمعه خلاص وحسسه ان انت مش مختلف معاه، هتلاقيه هو في عقله الباطن بيستنتج الموضوع بطريقة عجيبة جدا. طالما هو شايف ان انت مش مختلف معاه يبقى هو هيفتكر ان انت متفق معاه، فهيدمن وجودك، لان هو كده هيبقى حاسس ان انت شايفه عبقري زمانه، فهيعوزك تبقى على طول موجود عشان يفضل حاسس بالاحساس ده. خد اللي قدامك على قد عقله هتلاقيه بيموت فيك، لكن لو حسسته بس اللحظة ان انت عايز تقوله انا صح وانت غلط، طبيعي جدا ان هو يبعد عنك. خلي بالك ان الصعوبة في الموضوع ده هي ان انت فعلا مش بتبقى قاصد تضايق حد، انت بتبقى عايز تقول رأيك عادي بمنتهى السلمية مفيهاش حاجة، بس هتعمل ايه بقى؟ هي الدنيا كده. الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده على ارض الواقع بقى، هجيب لكم امثلة من المواقف اللي بتقابلنا في الحياة كل يوم. انصحكم تشوفوا الحلقة اللي هتنزل يوم الجمعة، لان 3/4 مشاكلكم في الحياة هتتحل لو انتوا عرفتوا تستوعبوا الفكرة اللي في القانون ده. وبكده خلصت الحلقة النهاردة، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. توتا توتا، خلصت الحدوتة. محمد فارس، سلام عليكم.